خليف وحو قاتي ميكروفونكي وحو الله اللي تاوركي ايربورك هو دول مريو وح مشغوله كتير اللي معرك لكن قرشها وحوها انت يا داسين انو ديارة داسين نلا دعضه وانو سيدا كنت تخلص نلا كلانتي وعندا وضيالي يوديك استيار هكا نقل سعطان ووربهين تدل شركوس ودو هذا برنامج شيدي نتحناها هاي مرتصور وانو آل ابا حكوم ارتقادنا هالدور كالدواني بلشدا ما أنت يتدبات كنا وحامرتكو إحنا بدون ياسين عبد سمد أو أه إن بدون يا سيدا خلاقوني هني السياسي أنت بقى إن مدك سو شقي أرمها بالشدة لأن عجك على دوان سيابا على دوان وقص شقي دنك دق إن كهديت هاي دنك إن خلا أو صون غيدو قد ما دقال كعيو ورد بالشدة ولا سو شقي دنك وربهين تا يكيد أنت حقه هديك إن كايو سيدا خلا حق بدنك هاي إن نبضون كا تاريخ كلا دوان أيان كو رئيسن دونا ما أنت ورئيسي كان كو بدشرنا وحن سيدا خلا قيبه هدم بورئيسي كو يقدونا قال كعيا شل إيه ما أنت صورة ونبضون وهرين تي وادو إن بل أنت عن شيء كدي دتك حقه إسبر أنت عن كواقون بسم الله الرحمن الرحيم خضر إيو عبد الحكيم يا جودهان ورباهين تدلتير وهذه السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عكر قال كان كالسلام يا دمان عدي النسيب ويا رتين أي مقال كان دعوته يا جودهان شعب الصومالي ميل تشوفهم أنت هذا كتير ما دو ياسين عبد السمد وحقول الشيء واني صومالية دجن صومالية ولكن ميل كادين كبر باري كتب عضي كتر مي كتلي الحمد لله رب العالمين الحمد لله يقواني قهدا وكنتون ايو كو السنو كو ايو كنتون كا السنو مرحلة بدان ودل كان السوم مريبان اسو تشوغ انتان قرشتك لها مقراتك ان بدان الشيء كان كو هيا ايو تاريخه أما تعليل عن كبرتي ومدرسوين كي مالي وحلقة برانيي أما داد كواي أرقا وعن عمر قسكوكا يسيمي عن كد حلو كلاها ريه وحن كود الشي دقمي دي تشريبا كارهان مقالة اللي إلى بالي قسلي الكاسان دوكسي قران كا كقب حي دوكسي هو سد حانا كود كتاي دوكسي يسرا وحن كوكا تاي ماشي اللي إلى مقدشو كوني سجال بقولي سديتن إيو شنتي سديتن اللحدي سديتن إيش سديتن اللح يعني دكسي السرد لما يستي كدي بأرضي دي جرمت كل شيء وأنا هال لكن أنا روح أكون شغالين معلمني مو وحن معلمني ما كل شيء دكسي اللي يرا دكسي السرد وبرتما هال ورنشري لبعد سنة جرمت قال كاسان فوق عطي وحمر كويالي وحمر كويالي كدي وحن قالي كام عدة كان عدي ومد الصومالية جهاي وحان دقنا يلا بس أنا بر كل يد اللي يرى شان صدي باس كل يد اللي عماها علمي كبعدنا تخصص كي جار كامركي أنوري جي كل سجال بقولي سجال شكي سيمستر كي سيد دمبي وعند البداية كل يد الجيولوجيا اللي يرى كل يد معدنته الكاس waxa ku dhacay burburkii 90kii bishii 9aad labadeediba Muqdisho ka soo tagay waxa ku xusan tahay hameenka Kuwait Iraq qabsatay yaan anigu waxaan ka soo baxay xamar waxaan imid gobolka Midug oo asal ahaan deegaankii ahaa deegaankaas hadaan imid muddo yar kadib Soomaali xaaladeedu waa iska xumaatay. Xilligaas markaa xamar waa iska deganay soo baxday. Xamar ma markaa ma deganayn gobolada dagaalka ka socday. Sida gobolka Midug oo kale magaaladan waa lagu kala guuray xilligaas intii aydkii shacabkii wada deganaa waa kala guureen oo waa lagu diriray ilaa beledweyne iyo halkaan ay dhibaato badan ba ka jirtay. Xamar gudaheeda wali haykalkii dawladnimo waa jiray. Laakiin dadk suuqyada lagu leen jiray waa la dhici jiray bakhaarada iyo dukaamada iyo hameen barkii aan ta ciidan koofiyad casoo tuuta qaba iyo baabuur abdi bilayaala ya meel dabka la iska saaray safaaraduhu markaa waa carcarareen waxa ugu kalifay inaan jaamacadda waxbarashada ka soo tago waxa ka ahaa waxaan qiimeeyay xaaladda dalka marka waxaan isir kulli
وحومبا سيئة مركب العراء ديغان كيدي يدد كيدي تقاني ذادو سيدوات أول مركا حلي يدا إلا 1998 كي شيت كان ديرو سكوحرا دالك 98 كي 89 كي شيت كان ديرو دالك سكوحرا وحاكت شري دبا تبغا شيت قويا لدغني شيت قويا لدغني مركا حلي غاسا وحان السيري يعني شيت كوحر من وحنو ملايا بابور عتر كابا وقادي لسع التديارة دنو يعني وقدم بيسي ودو سو مرتين واي راي مركا انت قدم بيسي وحان شوغي بنتلان حلية دي بربكية دقال كي قر ما ينتوان كي بان لك كل مي قال كعية تي مركا قال كعية يعني ميت نرو شيء دي لواد بها الكا كبلا بطي يدونا هاد كل شيء كذي اني سود حقلي دون تاها حالك قال كعية مركا سياها حالك قال كعية حلية قاس مقالا لغوكا لقحي مقالا يروكوان بيهاي لكن دي مقالا قبل و dhismiyaash dawladdu aad ugu badan yihiin ganacsi lahayd magac gobol lahayd magaalooyin gobolada qadiimka ah 8 gobol oo gumeysiga ka tagay kamida xilliga markaa waxay ahayd meel ugu kala qaxay oo labada dhinac oo hadda degan oo Galmudug iyo Puntland hadda ku kala abtirsada xilligaas waa ku kala maqnaayeen qoladan Galmudug waa ka maqnaayeen magaalada aan ugu iimaanay barnaamijka joogeen waa laga saaray dagaal ka dhacay dina aan reer Puntland ee dawladdu markaa ma jirin oo dad dawladdu ku xukunta meesha ma ahayn oo jabaadii SSDF oo soo burburday ciidamadii waqooyi ka soo qaxay oo waqooyi yana markaa deer rabshaduhu gaareen meel waxay ahayd ganacsi ka socdo oo dhulka isku xira u ah laakiin aan system dawladeed ka jirin dadku hubkii wataan qof walba idii u nool yahay سلیق یه بلیسیه های داشت شقینه یه ایو، گوفرنال ایو، ندام دولیو چرا اوسن چرین، داد کو قبل قبایل ای مرکز، او کل سوء سوء عینین، ولو داد که دین عانی دگن ده هال قبیل و اسکو اهای و هد عن دین دی بدن دحیو دکه چرین، لکن مقاله دو مرکز، ادیک دولی دیان نمالهاین، ادیک برشان نمالهاین. ادیال، کدی محله؟ كدب 1991 كي مركي محاتيات برهلقة ساري حمر دادكو وحي فيليين رجاء وحي قبين هدي محاتيات برهل دالك كبحو إن دالكو ودقيو لكن إنت أوصن بحن كهر إففاليه السعودية با وحو موتشي إن سيستم عنصري هيتشيرو وقبيل الديريرة ficilada marka muuqday waxay noqdeen USC oo magac hawiye huwan iyo daarood oo maxaad siyaad bar loo aanaynayo in dalkii labadaas aragtiyood ay ka dhaxdhashaan Soomaalidu inteedii kalena labada aragtiyood ba jiray marka dadku waxay noqdeen wax USC gacantooda ku jira oo iyaga la xulufan noqday oo daaroodku wax ka laayay iyo daarood la eriyoonayo oo iyaguna qaxo maxaad siyaad baro dalka baxay daba galay kadibna dee waddankii gaalkacyay saameysay beledweynay saameysay baydhabay saameysay kismaayay saameysay wixii magaaladan gaalkacyay xagga ka jira ilaa xuduudda Kenya dagaaladaasi wajiyo kasta ha yeeshee saameyn bay ku yeeshee waxaad sheegtay in diriir ka dhacday gaalkacyay ka hor inta siyaad baro waddanka ka bixin maxaa sababaha dirirahaas dirirahaas siyaasad siyaasad xumo ee dawladda Soomaaliya markaa jirtay waayo sidii dagaalkii 77 looga soo noqday dawladda siyaad maxaa siyaad bar xukuumadiisu waxay soo luminaysaa kalsoonida shacab dalka jabhadaha ka abuurmay dagaal la dhacay ciidamadii baa gadooday inqilaabiyaal la isku dayay marka dawladdu markay dawlad diktaator tahay mar walba waxay ka faa'iideysataa inay culays ka saado shacabka mar goolkan 84kii baa waxa ka bilowday dagaal la sukeeye dadka walaalaha ay wada degan oo dariska ceelashay wada cabaan daaqay isugu yimaadaan waa wiil iyo abti waa isguursadaan dad isdhex degan bay ahaayeen markii horena qaran iyo haykal guud ka dhexeeyay
marka 1994 kii 1984 tii baa degmada Jiriiban magaalada la yaabo Bislo waxa ka dhacay dagaal ee ka dhacay beesha Sacad iyo beesha Daarood oo ula iyo wax noocaas arintii dawladda soo faragelisay ee ciidamada meeshii keentay ee labadii qolo ay la kala safatay qolo walba dhinacooday minda taakula iyo hubiyo wax siiyeen waxayna qolada kale iska dhiciye ee qoladan Sacadka oo deegaanka marka xilligi 78kii iyo 80kii ee dhinaca Daaroodka dadkii deganaa gaar ahaan Majeerteenka oo gobolkan Cumar Maxamuudka deegaan ahaan u badnaa ee gobolkan degmada Jiriiban iyo gobolkan Waaxigis ee leelkasa wax ka dega Hortabla dega adigu beelaha Daarood oo degan laakiin majority Majeerteen buu ama Majeerteen iyo dawladuna heshiis ma ahayn marka waa TSSDF xagga laga furay xilliga ninkii xoog leh iyo ninkii qaadan waayay cadaadiskii iyo siyaasadii maxaad siyaad baxay wuxuu galay kulmis Sacad oo degmada Hobiyo iyo Xarardheere gobolka degana waxay soo galeen marka degmada Jiriiban iyo degmada Galdego degmada Gaalkacyana ee awalba xaafad bay ka deganaay magaalo gobolka dad ka dhaxaysay ahay Sacad waa guureen ilaa Nugaal bay galeen barbarkaan dhinacaana waxay gaareen ilaa buu hoodlay madaxa la galay ileen raggii gobolkan deganaa oo xoogga u ahaa waa fallaagoobay maxastii waxay soo harayay dadkaas nimankii marka barkadihii iyo ceelashii iyo dhulkii iyo daaqii iyo wixii oo dhan bay hantiye waagii marka jabaadii inta soo burburay dadkii soo noqday oo raggii deegaanka lahaa yimaadeen nimankii oo dhulkii la hitimaystay iyo raggii dhulka awal ka qaxay oo dib ugu soo noqday baa qabsii waxaa lagu diriray biyihii ceelkaas biyo lagu isku uleeyay baa dhibaatadii isku ka dhacday dagaal la yiraahdo Tuur iyo Xumo ka bilowday dhibku wiil damcay inuu siilad biyaha meel ka dhaansado yaa nin waastada biyaheeda sugayo madada lahaa yaa dhagtaa raadkeeda ul kaga dhuftay wiilkii meeshii markuu ku dhacayna ul safeynaa bilaabatay Tuur iyo isu beddeshay dhagax uu markaa nafli ma jirin dagaalka Tuur iyo Xumo la yiraahdo wuxuu sababa dagaalka Soomaaliya ilaa xuduudda Kenya tagay dagaal badan baa dhacay oo Sacadka ay deeniman markaa wax isbiday ahaayeen dhul la hantiyay dad kale deganaa maxaad si aad barii xukuumadiisii wasiirka markaa arrimaha gudaha wuxuu ka dhigay nin la oran jiray Bardacad oo Sacada ninkaasi qoladii Sacad wuxuu ku dhiiri geliyey dhulka inay ku dagaalamaan aysan ka bixin oo dawladdu waxay filaysay raggii ka soo noqday kulmis oo tababar ka lahaa oo Majeerteenka ahaa inay khatar keeni karaan haddaan meel lagu mashquulin Sacad iyo madaxa la isugu dhuftay marka iyo Majeerteenkii dagaalkaasi waa soo fiday gobolku soo galay gobolkii markuu soo galay Sacad waa laga saaray magaalada iyagoo ka maqan oo banaanka ka jooga yaa waxaa burburay dawladdii kadib markay xamar qabsadeen oo Kismaayo qabsadeen oo qalabkii iyo dee wixii dalku lahaa qaranku ay la hareen waa soo duuleen oo iyaguna Gaalkacyo qabsadeen oo waxay arkeen bay cagta mariyeen waa laga saaray Daarood 1991kii bishii labaad 45 cishay banaanka ka joogeen iyaguna waa soo duuleen oo Sacad banaanka laga dhoobay magaalada waa laga saaray ilaa heshiiskii 1993kii Sacad waa ka maqnaa marka gobol heshiiskaas intii u dhaxaysayna labada saddexdaas sano dagaalo tiro badan baa gool ka dhacay aakhirkiina heshiiskii Addis Ababa oo 1993kii ururada siyaasadda Soomaalidu ku heshiiyey iyo ka soo baxday in siyaasaddii guud oo ururada haddii laga heshiiyey deegaamada in la nabdiyo marka deegaamada xilliga ugu adag oo sariixriixu ka jiray iyo hardeb waxay ahaayeen gobolka Midug Beledweyne iyo Jubada Hoose marka nabadan adigu waxaad leedahay colaadii gobolkan ka dhacday markaas dhibaatooyin badan baa ka dhacay gacan dowladeed baa ku jirtay markii hore markii dambena dee wajigii oo dhan baaba wuxuu isu bedelay gacan dowladeed bay ku bilaabatay markii hore waxay ku bilaabatay iska siyaasad dad deegaan oo dad ceel iyo canaabti waa la yaqaan
لكن إسلام مركي بالدولة دي واحد يوقف في هذه السياسة دي هذه. لبعض عن رئيس مركي يسكت شو USC عديد وقت قرر يساوي وحوها من ساعة ده ورئيس قال كعيوضة. كل مس SSDFنا عبد الله يوسف ومركا حرابة دي مركي بربر يسمى ده حكاها. سعد يا مشيرتين كم دوب هذي إسكو أركتين نقدان حاد سياد برد دولدي السياسة دي هذا خطر بيكو هاي مرك ما دام غلاد عن التبرق بدن قبين و رج بدن حوج لي كسو حراضي كو أنا نعيد أقنعين عيد نو شبه هاد يو إس سي اللي راه غفر تاني بنا كلا شره لا بده يبغى ملح يسوق دفت ساعة عمر دار روجه لا آخر كي يو إس سي دوا يد عيديد وإلى حمر قبصدي مركو حمر قبصدي محاد سياد برودن كساري اسمه يو قد بتجي قال كعيو دي بقصة النقضي قال كعيو قبصدي مركا وش كلا يا ودم كياش وحي قبيل بين نقط اي قبيل بين نقط وحاجة إن وحاد عي هشيس إن تاريخي إذا قالي أو كم إذا هشيس إذا أتكلم هدي أو إن قال كعيو مركا سلقونا بدي سقاشني سد حدي إن تاريخ ده هشيس كاس طبعا واحد كم إذا هيد إرجوين كمركا حمر أو أي ذاك تهي وقف كلية تقو أتبغى القف كتكتين تاريخ ذاك الشيء خضر والله سعتا صومالي 1991 كي واحد سوق قال السودان هي اللي بده ولا دود وهي هجامين هي المرايكة 92 إذا ما سوى حد دقيق مقدش يكون فرتك صومالي إلاك اسمه يبى يدبو وصل قربتي وساس عيدا واحد يربح تقيل لكن أود دود وحي أحيد وبريش كي لبحي يونسون ريستور ها رجسو علنت رجسو علنت مركي دمبنا يونسون مسو بدلي رجسو علنت مركي ورمريك كلي أحيد ودما بضان ومرك يوروب بضان يو عرب كواح إيش يو هندية يعني كم ده هاي باكستان وحاسو دم بعيد تصدق إيه اللي بده ولدود بحمر تهي فهمتي بلدوين ما يصور دافين هل كان حفيزية كفرته لكن عيد ما إليه ما إيمان إلى أي 1993 وحلو ودو ذي وان وان نبضيد بل إن اللي اسمه مسيا الصومالي ده توبيا قندق واحد إثيوبيا أنا مرة والبسياسة ده حقوق الصومالي إيه ده هاي الصومالي إني سنمرنا كده لأن دولة أكتفاء معنا له وضدك الصومالي ده إيه وأنت جار كود وتشذا ورئيس دلية إن إسدينو إن دنت أنا أقوم سنة هاي سنة السرنا خير قلبي يجي اللي فتوض بروك دولة الصومالي غيبة كاها هاي أرد سبابة مرة كواحد وقف في 1993 الشركة شركة وحال وجه شيء سي سيد الله الشيء جاي لحية طبعاً وروح ورد الصومالي ده مركز كتشري ما قاعد يأذو ورد الصومالي يلاها الشيء سكي لقى سارة وحوها إن دي جامدة دت كداق وداق جه دي جامدة دقال كسر ده إن دت كار لقى حبور تشوي النواديات كدبنا لوسو قدبه تشوي إن لبسه قرر الصومالي دبلوسو يعني دولة نمدي قال كعيو انتي اللي فدي اردوابا هاد فارح عيديد يو اس سي وحي اسكو دايان قال كعيو او قعنتو دا كوچرته ان هشيسك ارد سوابا ودعوه ارنتاس اباب الحوق اللي قالين دولان بي سوق قاليا دقال كاس دقال كشمعها اللي يغان وكان عيد دقاري وأول دفاع مقالة قال إذا ماذا SDFT SNDU أي مركز دقيقين لين عن دارات تقال كان دقال تاريخ النقضي والوجه بي عيد كي USC مركز كدي بي دروف تو واحد كلفت USC إنا يعقب الشو إن وضع هذا اللي قاله وضع هذا الكي وحال اللي يرهلقو قبطه ميل سور تقال قال كعبر كعيد مكلية دقنا وح بالشاء وكل ما تشوف شعب كو شعب ما تشري بتن لي حق لك بعد وين بقى أسكي سي دين عانه وح أسكي سي ورجلاي وح كشي
marka xilligaas waxa la yiri wada hadal hal galo waxa bilowday interest marka Puntland dhexdeedana ka bilowday qoy bari ba marka la oran jiray dhinacan dhinacan USSN ayaa iyagana la oran jiray dhinacii ciidiido habar gidir bay u badnaayeen abgaali iyo xawaale iyo wixii awl waag hore US ay isla ahaayeen waa la kala lumay oo qolba qolay jiin Cali Mahdi iyo ciidid waatay dirireen nimanka la yaamursaday habar gidir waa dirireen xawaaliye habar gidir baa diriray raxan weyn iyo waxa diriray habar gidir USC habar USC USC SNA habar gidir bay isugu had habar gidir iyaduna cid ay aragtay cagtay marsay iyagana qolo walba ay dhulka inta u dhuljifeeyeen ba meel walba laga soo jafay adigu iyagu iyo daalan dagaalkaasina ku guuldareystay yaa waxa la yiraahdo la noqdo marka mudug iyay timid in laga bilaabo wada hadalkii dadkii magaaladan gaalka ciidda gana aqoonyahankoodi iyo ganacsigoodi iyo tabargalkoodi wuxuu galay boosaaso ilaa iyo garowe dhinacaana waxay u qaxeen dhuusamareeb iyo cadaado reer mudug marka labadii dhinac waxay ku kala darsameen laba gobol dhinacna wuxuu ku darsamay nugaal iyo bari dhinacna wuxuu ku darsamay galgaduud markii la yiri hal la wada hadlo nidaamka heshiisku wuxuu dhigayay beelaha diriraya in wada hadal laga dhex sameeyo reer miyiga iyo dadka colaadu ka dhaxayso dadka daaqa wadaagay xilligaas SDF maxaad abshir baa gudoomiye ka ahaa ciidina wuxuu ka ahaa USC Cabdullaahi wuxuu ahaa gudoomiyaha gudiga difaaca SDF marka weligoodna ishayn baa ka dhaxaysay Cabdullaahi iyo maxaad abshir ciidina de Cali Mahdi iyo qolyahaas waa tuu iska reebayo isagu dhinac buu wax isugu dooday waxa la isku qabtay waxa wada hadlaya waa inay siyaasadda noqdaan iyo waa inay dhaqankii noqdaan SSDF khilaaf baa ka dhex bilowday marka khilaaf ka dhex bilowday wuxuu noqday Maxamed Abshir garabkiisi oo gudoomiyihii SSDF inuu hoggaamiyo deligeedka la kulmay USC oo loo kulmay USC SDF USC SSA iyo SSDF USC SNA iyo SSDF SSA SSA waxa loo oran jiray 12 ururo Cali Mahdi madax ka dhigtay aragtidaasi waxay keentay saddex qodob baa dhashay marka xagee lagu qabanayaa shirka yaa deligeedka hoggaaminaya iyo dadka ka qayb galaya waa noocee khilaafkaasi wuxuu keenay in la yiraahdo marka garowe gogosha la dhig hadii la yiri garabkii Cabdullaahi Yuusuf baa diiday waxa yiraahdeen garowe anagu habar gidir iyo hawiye geyn mayno meesha la isku hayaana waa gaalkacyo habar gidirtii waxay soo jeediyeen qoladii ciidid waxay soo jeediyeen gaalkacyaha lagu qabtay waxaa la gaalka ciwa meesha lagu wada hadlayo oo annaga hadda gacanta ku hayno yeeli mayno bilaal la heshiin waa Saleeban baa waxay yiraahdeen annaga gogosha dhigayno cadaadaan geynayno iyagana habar gidirtii baa diiday sacadkii baa diiday waxay yiraahdeen magan idiin noqon mayno midna markii hore sal xoogaa xajado fiicnay aakhirkii meesha dhexdhexaadka noqoto waxay noqotay Muqdisho iyadaa la yiri iyadaa beesha caalamkuna joogtaa tasiilaadkii loo baahnaana laga heli karaa xamir baa la yiri hal aad Cali Mahdi iyo tiimkiisa oo 12 urur waxay yiraahdeen waa inaannu anagu hostiga sheer ka noqonaa wada hadalka nabadeed ee goolka mid ciidid oo isaguna raxan weyn iyo jareer iyo umada Ilaahay oo kale oo SSA uu ula baxay USC SNA iyaguna waxay yiraahdeen waa inaannu annaguna baarti ka noqonaa heshiiskuna wuxuu dhigayaa dadka daaqsintu ka dhaxayso oo xiriyaha wada degan oo ceelka wada daaqayo oo geelashu isugu jiraan iyaga waxgaradkooda hal isu keeno hal wada hadalsiyo hanabdeen Cabdullaahi Yuusuf marka wuxuu qaatay siyaasada in dadka wada hadalka gelaya ay noqdaan dadka reer mudugga maadaama gobolka mudug dhibaatadu ka jirto
دتك كلو أو مدو باك بانك هو ونقالي يبري يدتك USCSN هو باك بانك أو جلجدود وهيرة وعلى هذا القبيل أباه والله ده دحانة إرجعه وقيبي إيشان لكن مجورة تيجوا وحوا ده هلا يعين غير مدو نقطة ورهذون أي سياسة دشة كإلى عليها حمر بأمريكا اللي سويته يا رنتي واحد سافر قلي لمن كل اللي يراه ذا يونسون يونسون وحيد عن شركة النجا مرتجليني إنه النجا أنا معمولي إنه يونسون يعديد لا يسكوا في عنا دواتي دجال كهرة دحمرهي ودواتة ده بدن كده حد علي حلي قاس ما دجال كده 94 كي ووحوها دجال كده 94 كي حلي جي هرة 93 جي بوها لكن حلي قاعد دجال كمان دحين لكن سياسة الله ما هنا وحي أُجن شيرين. أنك عالم. أنك عالم مهدي. عالم مهدي التيم كيسي وأُتجين وحي راهدين عيديد يا عبد الله. مرنا ييسن مدح بناني أي قوة ذا الله. ييسن هيل. يرجوين قوة هنا ككوب نادان. لين عانوا وين وغوي بركة كوب نادان. لين عانوا وين ككوب نادان. خير مدو جبر بركان هويها. أو أنت هاد قل مدو جدي وذاكته. وين يكون الشراء؟ أرنت أس أدميرال هاو نيل ليرا هذا مياش ما ضحكة ها وقعت. حمر هلا تقال ليري ديارة بقى ليري نص ودير مرك. إرجدي بقى للدياري. بقولي أفتن إرجي وككوبان S S D F يو S N D U يا هل كان الجود دياري أو ضيع الرقم هذا اسمه؟ يا درجة S S D F S S N D U S N D U وحياة هاي المركة. ليل كسائي أو تبلع ورر مقعس لبدر هير يكون مدي سيه إسماعيل وحاجه جامنية علي إسماعيل عبد الجير علي عبد الجير علي إسماعيل عبد الجير بقدوم يكاه اللي ورر هذه أرد السبب كسر شيء ورر رول بعد ديجان كي يجوا مركا خاص كوا هايم بالي ديجان مدو ده هلا نبدي waxaa la yiri diyaarad hal la diro irgada soo qaada irgadii halkaan lagu diyaariyay odayaashii dhinacaan gobolka mudug oo SNDU iyo STF ka kooban bari iyo nugaale irgadii qayb baa laga keenay 104 irgay yaa gaalka cilay isugu keenay qoladii maxaa abshir oo garow joogto de SSDF daladi guud oo siyaasadda u hoggaaminaysa yaa lala hadlay suuxi dambe waxa la yiri diyaarad la soo dirimayo maxaa gudoomiyuhu wuxuu aadayaa calool iyo isku shubar iyo halkaas wuxuu soo dhisay maamul gobole maamul degmo oo waxa uu iimaanayo qolo yunisoomt ka socoto halkaas wuxuu u raacayaa irgadaas maybe inay iga dhusan tahay inaa waa suurtagal laakiin xilligaas la taliyay waxa admiraal haw aha islaan mareykan oo magac lahayd oo loorin jiray ciraaq way soo gurtay gabadhaas amarka waxa la yiri garow iimaaneysa ay gudoomiyaha israaciyaan oo halkaas ay aadayaan waagay maamulada soo dhisan kadib yaa ergada la qaadaya hadii shambari ergadii halka fadhiday de kharash laba hayn magaalada biyo male koronto male layr male hotel male waa xir ciidan waa xir ciidan dadka inta la eeg laguma hayn karin meesha waxaa la dalbay abdullahi baa wuxuu la hadlay admiral haw wuxuu yiri waxaan rabnaa in nala soo diro diyaarad waxaa la yiri ilaa amarku ka yimaado madaxda SSDF anagu iskama soo diri kar diyaarad waay madaxdu soo laabtaa la soo adu diyaaradii aakhirkii waxaa dalbay ID diyaaradii la oran jiray daale shirkadda daale yaa la dalbay si ay ergada u qaado oo u geyso aydiidi marka abdullahi connection bay sameeyeen connection bay sameeyeen xir biyashan waayo waxa marka dadku labada dhinacba loo nuglaa in nabad la helo waxa dhinacaasna diyaarsana ergadii dhinaca ka qayb gali lahayd oo xamar fadhida halkaana qolada SSDF oo garab ahaan siyaasad ahaan isu haysay maahe 104 ergay baa gaalka ay diyaar ku ahay xeer mudug kana nabad inay helaan ka goonayd marka marka waa ka goonayd labada dhinac waa la soo daalay waa la soo daalay adigu diyaaradii daala la soo diray aydiid ba soo diray marka aydiid ba soo diray waxa xukuma
admiralka oo yunus soo baa xukunta diyaaradii waxa la yiraahdaa kacmo fariisan ka dhaw habda cududaar baa la keenay maalintii dambe qoladii daalay waxa yiraahdeen airport waxa la yiraahdaa maanta waa la duqeyay hadaan ha kan gaalka xilligaas saddexda sano dagaal ku jiray diyaaradaba ma iimaande geedaha day rabaan ka baxay meel ciidan baa degana guuta guuta labaad la yiraahdo wuxuu ahaa talis marka aydiid go'aan buu qaatay xamar isagaa markaas awood ku leh qoladii daalay wuxuu ku yiri diyaaradda deposit baan dhigayaa ergadana waa ii soo qaadaysaa diyaaraddaas haddii waxyeelo ku timaada wuxuu ku yimaada mas-uuliyaddooda aanaa leh maalinta ay diyaaradda daytkii hadda ma haya taariikhda aanu gaalkacay ka baxnay subaxii laba saac baa waxaa la tegay airport waxaana kacnay oo diyaaradda la fuulay shantii galabnimo iyo weliba bar cilcilow goor ay tahay yaa laga duuray intaas labadii saacba waxaa la keenayay war diyaaraddii waa baaqatay waxbaa ku dhacay war baa la siiyey iyaga jabuuti baa markaa baiskoodu ahaa way diyaaraddu ka soo duulaysay waayo hargeysa markaa airboor ma jirin waddankao dhan iska kharaab waa airboorkaa xamar yaa wax airboor oo laysku hadlayn kara markaa dalka jiray diyaaraddii waxay timid shantii galabnimo ergadii baa la saaray waa duulay diyaaradda weyn xamar iyo halkan waxay u socotaa hal saac iyo labaatan daqiiqo markaanu maraynay qiyaastii soona jowax dee kabiinku waa naga xiran yahay bayloodyadu meeshii ku jiraan diyaaraddii xamar waa mugdi meelo yaryar baa waxaa ka baxaya nal yar dadkii waftigan soo dhoweyn lahaa oo u s s n a ahaa saaka waxaa la geeyey eeraboorada iyo jidadka magaalada muqdisho oo dhan guryihii martida la dejin lahaa waa la diyaariyey nimankaa waxay u diyaar garoobeen si sharaf leh inay ergadaa u soo dhoweeyaan oo wadahadalka muqaabiladiisa ugu horreeya soo dhoweynta ay ka bilaabato makhribkii baa la galay la gaaray hameyn bay noqotay diyaaraddii ilaa laba jeer saddex jeer iyo waxay nagula dul wareegtay xamar marka ay marka xamar soo dulmadho oo soo wareegtay ilaa balcad bay ka jiiraynaysaa xaggana ilaa afgooye iyo ka kor bay ka soo jiiraynaysaa annagu diyaaraddii rakaab baanu iska nahay dee wax jira ma naqaan inay jiira jiiraynaysana wax badan dadka badankiisu ma dareemin waxaa nala socday allaha u naxariistay jeneraal khaliif ciise mudan oo baylood ahaa duuliye ahaa khaliif wuxuu dareemay in wax jiraan waayo diyaaraddu taymkay ku degi lahaydna waa la dhaafay wareeggan tirada badan ay samaynaysana wuu ah khaliif wuu kacay wuxuu u tegay bayloodyadii waxay u sheegeen in la yidhi diyaaradda airboorka waa mashquule ma degi kartaane ama jabuuti dega ama nairobi aada meel kale oo alternatif kala samaysta ilaa two hours soo socota airboorku waa mashquul khaliif wuxuu qaatay mikrofonkii wuxuu la hadlay towerkii airboorka waa dul marayo wax mashquuloo ka jira lama arag laakiin qorshaha wuxuu ahaa intayadaasi inaanu diyaaraddaasi nala dhacdo oo aanu sidaa ku takhallusnada miyaa wata marka qorshaha yunus homta iyo waxaa wada wata iyo gruubada isku aragtida ahaa oo ay ka mid yihiin u s s n a qoladii cali mahdi iyo garabka iyagan xaggaa iyo waa tiim isku xiran yaa la ahaa ergadan marka cabdulaahi la tegey waxaa loo arkaya docfaruur inay tahay haddii cabdulaahi ergadiisu xamar ka degaanna otomaatikale dee shirkii inuu furmayo marka waxaaba la yidhi haba laga hortago dee waddanku raad la raaca iyo rikoor iyo waxba ma jirin say bahashaasi noola wareeg caddaynaysa inay aan nala dhacdo shidaalkii baa bahashii qiilqiil galay bayloodka wuxuu yidhi jabuutina ma gaarin nairobina ma gaarin meeshaan ka soo kacayna kuma noqon karo khaliif baa wuxuu qaatay gacankii taawarku la hadlay bersonaali isagaa wuxuu ku fadhiistay kursigii bayloodka khaliif baa bahashi dejiyey
محور هاي مركا إيربورك يود إيربورك مشغول كتير يا متشرين إيربورك كيف أنا ندقني عديدي عبد عبدي كواحد كود هلينا كله واحد كود هلينا نود ما أنا نقول لكن كدب إيه خليف بهالشي دتشي مركا ورومياش الجلاي أنت خليف مياش تجينا حلبة يمد كدب أنا ند شيء كذي لغور هلاي وحي بيلودي هذا يتاور كده حمراي وحي وروري جوردن كاني مركي دم بيلود كلفتي سوين ويرانو أمره ما قبل مرة دي تاور كسيدا يو أمري خليفة مركي دم بأدو مسؤولية دي لوري جو ديارة دي دشيء خاصة بكونك تين خاصة بأن كونك نيجي عند هذاي ترى ما تقنو هدي اللي دقي وحال سوق هذا إرجعي guddiga qaban qaabada marti dajinta waxa aha marka xogayaha arimaha gudaha USCSN waxa aha Cabdi Qaybdiin marka anigu marka cameraman baan waxaan u aha Cabdullaahi adigu fuudi baa la kala qaaday dadka waa la dajiyay anaga waxaan la geeyay digfeer iyo isbitaal Banaadir xaafad u dhow ilaa iyo airport iyo halka dhulka aanu mareynay dad baa taagnaa calaamo qoyan la taagano soo dhaweeyay wufoodi markay degeen saddex bari kadib waxaa la keenay garabki kalo STF oo gudoomiye maxaa afshir oo watay waxaa la socday boqorkiin koon waxaa la socday rag kalo ismaay badan adigu rag badan oo iyaguna anaga tiray yaray nalan culaysa ya لكن هوتيل وهلية اللي دتشي. أمي سومتا إيه مركا. يونسونت. يونسونت يا مركا إيه مرت قلنت ودي. إلى على ده ودي يوحودي قاب الشيء. لما بري مركي اللي تشوقي بقى واحد بلو ده وده هذا شركة هفرم. SSDF والله بقى جربة. وجربنا عبد الله وتجربنا محاد أبشر لسه. إيوه SNDU. ويدنا عبد الله جروب كيسة. oo markaas dhinacaan daarood ka soo jeeda ya khilaaf ka dhex jira aydiid isagu wuxuu isugu duunayay dadkiisu dad isku meel u socday ahaayeen waxa markaa lagu diriray shirka hamarti geliso oo hamaamuso yunusoo iyo shirkan waa shir Soomaali u dhaxeeya dad ee helaana ku wada hadlaya dad marka meel la kala dajiyo la kala maamulaya Suma Cali Ulfayoobe xamar baa la yimid waxaynu marti u nahay Aydiid dadkiina soo dhaweeyay hadalkuna isagu in kala dhaxeeyo waana dadkiina soo dhaweeyay hadda waana dadkiina soo dhaweeyay hadda guriyaan deganaa qoladiina timido marka yunu soomtu dajisay noo imaada iyo idin imaan mayno anagu Aydiid isku ma hadlay ma aaminayno adigu saddex maalmood sidkaas hadduu socday محكمة دا جوبل كبرهاد ليش أنا شفتي أو حمر حمر وينه حمر كتش كنت علي يا مركا وحال الدياري يونس صوم ديار سين شرق خدعة ما أنت دم بقى وحال السارة على كي صومالي ذا إيوه على كي يوينك مركا وحال السرمري على كي يوينك ده وضن كوا وضن حرة وضن تحت الحكومة ما كم أشر محمد نمن اللي يرى وعسكر يو إس سي وميش تشوي يا علن كيو إن كنت تدشي ده كل شيء بوقوا ميش كذا شيء يقولون يونس سامتين عيدا باكستانيين يهندي وبدن بميش كأني وعمل يركشري ما إنه ميش هذا أفر بريشم بري وده هذا السعودي وحي سوق قاعد بل هرت شركة هفرم يونس صامت جوب شوك بيكرن غانيسة أدميرال هاو وحكولة يا خدم مرتجلين مرتين ما لكن شركة شر سوام عليه قرادي جرب كي محاضر شر وحير يعني ما يوين أدميرال هاو وشركة هجا يونس صام نمرتين لو أقول نقطة يجون أي شركة كرن غضان هندلين كيسة أما مامل كيسة يونس مركا مرحبتو سيو بدن تايني نبات كده على مشهد نبات مرحبتو ده فعل كده بيبقى كي ما عنده تا واحد كله حتش كده جاي وإن جرب كي علي مهدي والله بيو طبعاً كورورها أي مدى وإن يجون الشركة حمنا كرن غضان وإرجده أي غيب كرن غضان علي مهدي ما نقص سوق أنا ما نقص
هذا علي مهدي مدو ده كهاد كودر راي شغاك وما ولاها USC رجرب وهايستا رجرب كان نجا هذا دبتو نحتاله عنو در راي وجرب كان عيدين إنه نين كان إيو كويس وهذا هذل ونودي لنا دمين ما نين كان هديلا وهذا هلا عيدين لما أمين كرو وإن مركا لودي جربوا أرض السبابة أو سياسة وين الله وضع الله ولي ورخده هدي كوكان عوايان هشيس كما يشكى الصبح هشيس كوين وصنقون هشيس رسمية رأي قاسم ولا سكودي قلبتي الدمبة يا عبد الله يا عيدير يا علي إسماعيل وحي أتغير أدميرال هاو وعلي أدميرال هاو وعن كويدين الناس صومالية مدل حرة سوى دل قبيس سكوتي ما هو دل حرة حايدين كنا وقتي ما عندي، وحنو يدين كنا ميت، هنا إنه نعاونه وضدك دباتونا يين، وحلا تراب غرامات مدوبي بعده وكيل كان، سياسة الصومالية سيدي نبض وقعد لهم لحد، هنا إنه يدين كسر، من تاني سو حنو يدين ناي تاجر ريال، مركا إنه حياة ما هو مدح بنان ناي ها، ها مركا إنه ممكن ده حلا بيو، ولا يسكن تان ليه قاعد نو سار إنسانه. هدات السيلات نوع هيسان، ما السيلات كنوع في إنسان وشرر كي يحيي كده بحضار. هذا واحد من رهوي إنه من كأوى وذا هاللين، وحكسوا بحذ النتيجة، هنا يونس صوم بالغوت الشنة، أنا وصوم على أهان. أنا وذا هذا. أنا شركي وذا هذا اللو جوجل شير دي كنوع هول كيس سما يسنا وحي. خرجني ذكر. خرجنا الله يذكر مرة. خرج كي وحاب بلن قاضي. ي ماشي اللي وشري لها ما دام عيديد سو مركع حمر أنت هذا بدنه وهايستي عيديد ما تين الله هايسام بلنق هذا أفرت تدواتني الله وسع عضد بروحه اللي قول السي جوري وحول باله هول صدق كون وقف هذا وتياتر كيل وكراس تيل وحول بقول لما يشتريه وشركة اللي قو قبنيه يا اللي دياريه جورج أروح على لوبي حلو جورج النبض وعاد مركز دم كودم بماقع ماشي الغشير اللي هاي على الدياريت سيلات كل لوبي إحنا دم بعتدواتني اللي بس على اللي جود دياري صبح دمر الشركة وافرمي وجرب كي محاق الشرية كم غيهين ولدي علي مهدي جروب كي سير كم غيهين يونس صامنا عيسان شغك ولا هاي أنتي ريرمدو قاعد بقى. أنتي ريرمدو قاعد ريرمدو كريم مع SSDF تجرب كي أنتي عبد الله لا أركت ذا هاي. إيوه عيديد أنتي ريرمدو قاعد عيديد لا أركت ذا هاي. أنت أسا شركة أخرى. شركة أس وهشيس كلوسة وده دقي. مدو وهشيس ككلية وأنقعد شيء كتيرين وصومالي أنت السقوط تمد. لوجو هالشيء هذا نمي رد علي. سيد لوجو هالشيء أنا وحقف له. أنت عشو سعر الشركة. تدلعش كده بشرك سوق بجبابي ما علمتي وجود بيسي أو شرك حرمي وحكاها اللي ورد السياسة عبد الله يوسف بها اللي عيديد بها اللي علي إسماعيل بها اللي دتك كلو سياسيين تاني شرف بها اللي وحاولها اللي خير مدو لبدا الدعاله إيوه قبل الله قوي بريدت كل سكور أنت ده دجال كي قال كعيو سامي والله ماذا دينع لكن أصل أي ويهين خير مدو لأن يجا واحد اللي جوا ده هلا يا وادا يعال يبي يقدر يحدود هذا الشوق وحيال الله مدة وحاس إن دتك إسد إسدجان كي يقانه يو دبت كده حشرتي يا إسلك جرني هو شاسة هل كم حشرتي نمر كم حشرتي وحي أتكادا دو الله بقى ضب صدق وضب حوايرات أتكادي يذن وحال لو لسه نقولي ما أحد السياسة عيديدي عبد الله علي إسماعيل يكب نيت كل سياسيين تال السعودية كوسا حليني يا مركا وحسوتي تشيدي لكن أنت بضمبة أوتوماتيك اللي هو اللي سوا أفكت اللي بكمتشرين هذا الشيء كاسي مركو دعي ليش هو حان وسع ذا خطبة بالتشيدي والخطبة عبد الله يوسف مركا الله وحوش يا جدتك الصوماليات بلي يبرين هالشيء كان لو فدي ما أنت هنا إنه وقف صومي عدي هنا يسوي حكود درسا واردية يعرف يعيدا منا صدقني اللي بدأ الدولة دول دلك تشوق أنا أيسا وحديف
ukeersan dad siyaasad kala wataana inay caqabad ku ahaayeen heshiiska laakiin maanta inuu miro dhalay wuxuu ku baaqay isdilka Soomaalidu inuusan macna lahayn gobolnimada iyo sharaftuna inay tahay in la nabdo qaranimada Soomaaliyeena dib loo raadiyo wuxuu yiri marka wiilka aad idinku iska dilaysaan waxa ka macna roon inuu u dhinto isagoo sharaf iyo qaran Soomaaliyeed difaacaya gobolnimadana waa geed waraabkiisuna waa dhiig khudbad noocaas u jeediyey wuxuu dhiri khudbadiisa ku jirtay 32 qolo oo Soomaaliya joogo oo fadhiya inaysan maslaxadna u hayn waxa ay ku joogaan Soomaalida isaynteeda tahay hadii Soomaalidu heshiiso iska tagi lahayn inay iska tagi lahaayeen khudbadaas markaa waxay aad ugu xanaajisay qoladii Yunusoom qoladii Yunusoom maalintii idaacadda reer Muqdisho habeenkii warku ka baxay maalintii dambuu ka baxay habeenkii dambe Yunusoom waxa u tagay tiimkii Cali Mahdi waxa la yiraahdaa labada nin hadee heshiiyaan Soomaaliya Kismaayo iyo Mudugba Jubada iyo Jubooyinka iyo Mudugba dhibaatadu awalba ka jirtay aydiid ninka la yaa Jess iyo aydiidu waa isku xuluf Jess iyo aydiidu waa isku xuluf Morgan iyo Cabdullaahi waa isku xuluf hadii labadooduna heshiiyaan labada jiran oo kalena heshiiyaan gaariga Kismaayo ka soo taga Caluulu tagaya nimankaanina waa military Soomaaliya xukunki waxa siyaad barre ku kaleey ku xulinayaan dhibaato imaanaysa siyaasi dambo noolaanaya ma jiro hoog iyo baaba dhacaya marka waxaanu support gareynaynaa in Soomaaliya 10 sano transhiib la galiyo oo Yunusoom ay joogto oo golaha qaramada midoobay la geeyo urada siyaasadda isku garabka iyo cid kale aanu cagaha ku jiidan karana arintaas aanu saboodeyna admiraal haa adigu marka 10 ka sano Soomaaliya madaxweyne ka noqon dawladdi Cabdullaahi Ciiso kalena hana loo dhis admiraal haa warkii buu bogo maxaanu yeelay waxa la yiraahdo horta idaacada qabo raadi Muqdisho raadi Muqdisho baa Yunusoom admiraal haa ciidan u dir dagaal baa ka dhacay niman Pakistaaniyeen yaa la hawlgeliyay oo tijaabaa haduu nimankaasi oo qoladii taawarka joogtay baa isku dhacay dad baa ku dhintay qoladii USC Pakistaan meel laga helay raadiye iskuul loo oran jiray Fintuun oo Nufoom kuwa joogay oo raashin iyo wax qaybinay iyo dabka saaray dhowr iyo 20 baa dhimatay dagaalka halkaa ka fikiray Yunusoom waxay iclaamiyeen in USC ka soo jawaabto ciidamadii la laayay oo lagu laayay halkaa 7 bari 8 bari kadib waa tii hawshu socotay maalintii dambena waa tii la dumiyey odayaashu waa tii la laayay dantaalka lagu dhuftay odayaasha habargidiir oo shiray caydiidna wanteed buu noqon annagu marka caydiid oo wanteeda yaanu xamar ka soo baxay ergadayadii hore waa la soo qaaday aduu si kastaa ku soo baxay dadkii hore u tagay Cabdullaahi Yuusuf iyo waxa haray iyo Cali Ismaaciil Cali Ismaaciil iyo may Cali Ismaaciil markaa soo baxay Cabdullaahi baa haray iyo tiimkii ku xiray iyo tiimkii ku xiray